السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اتنين كتالوج، سيستم سنسور كتالوج وطور كتالوج، وعرفنا فيهم بعض المعلومات المهمة، وفي معلومات أكدناها كنا قايلينها قبل كده. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن اتنين كتالوج تاني زي ما قلنا. أول كتالوج فيهم هو كتالوج من شركة بوير، طبعا عشان هي شركة فرنسية يبقى لازم نقول بوير. هنشوف الكتالوج دوت بيتكلم عن ايه. الكتالوج ده طبعا جميل جدا وفيه معلومات مفيدة جدا جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي. وبرضه ان شاء الله هنرفع الكتالوج دوت على الجروب بتاع الكورس عشان الناس تقرأ فيه اكتر. وهنا مقسمه هيتكلم عن السبيكرز والامبليفايرز والموبايل يونتس والميكروفون، وعندنا ديجيتال سوليوشنز هنشوف ايه هي، وبيتكلم عن الكونفرنس سيستم. لو في مشروع كبير زي مشروع وزارة مثلا، ممكن يكون في عندك الكونفرنس هول ديت بيكون ليها سيستم خاص بيها. برضو الكتالوج هنا بيعرضه، هيتكلم عن الانتركمز، هيتكلم عن الكابلات المستخدمة في السيستم دوت. وبعد كده في الاخر بيديك سكيماتيك اكزامبل ابلكيشن دوت، بتبقى حلول جاهزه بيقدمها لك المانوفاكشر. وفي الاخر خالص بيديك ساوند ادفايس، بعض النصائح كده الخاصه بموضوع الصوت. الكتالوج بيبدا بحاجه اسمها ايزي برو رينج، هنا بيديك حلول جاهزه او بمعنى صح بيديك احدث حاجه عنده. هنا مثلا بيقول لك الميكسر امبليفاير دوت بيقدر يغذي لك 6 سماعات، كل سماعة منهم 6 واط، وبيتوصل على فولت 100 فولت. وهنا بيشتغل AM و FM و MP3، فدوت لو عندك مشروع صغير ممكن تستخدم فيه الميكسر امبليفاير دوت. ده ميكسر امبليفاير تاني بيقدر يغذي 4 سماعات بس من النوع الكومباكت دوت، 5 واط. وهنا بعض المايكات، كل مايك بيديك بعض المعلومات عنه، ودي السماعات اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل والامبليفاير. بعد كده دخل على انواع السماعات، السيلينج سبيكرز انواع السماعات اللي بتركب في السقف دوت، الريفرنس او الكود بتاع السماعة. بعد كده بيديك تحتيها السبيسيفيكيشن بتاعت السماعة بشكل تفصيلي جدا. طيب ايه العلامات ديت؟ العلامات ديت هتلاقيه هو شرحها لك في الاول. هنا بيقول لك ان العلامة ديت يعني السماعة ديت تقدر تشغل ميوزك، لو العلامة دي يبقى سبيتش يعني حد بيتكلم. هنا اوت دور، اندور، هيومنت اللي هي بتركب في الحمامات زي ما قلنا، او ممكن استخدمها في الفويس الارم سيستم. يبقى على حسب العلامة اللي موجودة هنا هقدر أعرف السماعة ديت أستخدمها في إيه بالظبط. وهنا بيديك الوات والإمبيدنس بتاع السماعة، وبيقول لك هي بتشتغل على فولت قد إيه. وهنا هتلاقيه كاتب لك 6, 3, 1.5 واط. يبقى السماعة ديت أفهم إن هي فيها ماتشنج ترانسفورمر، أقدر أغير الباور بتاعها زي ما أنا عاوز. وهنا بيديك الـ SPL بتاع السماعة، بيقول لك 84 ديسيبل عند 1 واط، او لكل 1 واط لكل 1 متر. والمعلومة ديت لو احنا فهمنا الحتة اللي كانت موجودة في الكتالوج دوت اللي هي الاستنتاج اللي هو عمله هنا، لو انا فهمت دوت بالتالي يبقى انا كده فهمت السماعة ديت لو حطيتها عند 2 متر يبقى هتديني ديسيبل قد ايه؟ احنا قلنا لو ضعفنا المسافة الديسيبل بيقل 6، يبقى هنا 84 ديسيبل لكل 1 واط لكل 1 متر، يبقى لو خليناها على 2 متر يبقى الديسيبل هيقل 6. طيب لو ضعفنا الوات يبقى الديسيبل هيزيد 3، هنا هو بيزيد 3. يبقى على حسب المكان اللي عندي مستوى الضوضاء فيه قد ايه، انا محتاج ان انا ازود عنها 10 او 15 ديسيبل. يبقى انا ببقى عارف الديسيبل اللي انا محتاج احققه في المكان دوت قد ايه.
وعن طريق الديسيبل بتاع السماعة بالنسبة للباور والمسافة بتاعتها أو المسافة بينها وبين الأشخاص اللي ماشيين في المكان. أنا بقيس من السماعة لحد ودن الشخص اللي ماشي في المكان مش لحد الأرض، عشان أنا بسمع بودني ما بسمعش برجلي، بالتالي أقدر أحدد السماعة دي هتركب على مسافة قد إيه أو هظبطها على باور قد إيه، وهنا الباند ويدث بتاع السماعة والديسبيرشن أنجل. الديسبيرشن أنجل دي ده شكل الصوت اللي خارج من السماعة. يعني إيه شكل الصوت اللي خارج من السماعة؟ لو رجعنا هنا برضو للكاتالوج دوت عند الكفرج اريا او الكفرج انجل، هنلاقيه حاطط الكفرج انجل دي الزاوية بين الرأسي والخط المائل دوت اللي هي الستين دي، لكن الديسبرشن انجل هي الزاوية دي كلها اللي هي هنا كام 120. يبقى ديت الديسبرشن انجل، ودي بتشبه البولر كيرف بتاع الكشافات. هنا بيديك الديسكريبشن بتاعها، هي طبعا سيلينج سبيكر، والستايل والماتيريال والكولر بتاعها والدايمنشن بتاعت السماعة نفسها أو نص قطرها، وبيديك الويت بتاعها، بيديك كل حاجة عن السماعة في الكتالوج. نكمل كده مع الكتالوج دوت، هتلاقيه مديك أنواع سماعات تانية بنفس السبيسيفيكيشن، ودوت البندنت تايب السماعة اللي بتتعلق في السقف زي اللي موجودة في المترو. بعد كده بيتكلم عن البانل والكابينة بتاعت السماعة أو السماعة اللي هي من النوع بانل أو كابينة، برضو نفس السبيسيفيكيشن بتاعتها، وهنا الكومباكت سبيكر والسبيسيفيكيشن بتاعتها. بعد كده أنا بيتكلم على الهاي باور كابينة سبيكر، دي بقى السماعات الدي جي، ودي بيكون ليها حسابات خاصة، حسابات تانية خالص غير الحسابات اللي احنا اتكلمنا عليها، بيسموه بروفيشنال ساوند سيستم. وهنا البروجيكتور سبيكر السماعة اللي أنا أقدر أغير اتجاهها زي ما أنا عاوز، وأدي صورة للاستخدام بتاعها. ممكن أحط التلاتة في نفس المكان بس هتغطي لي إريا كبيرة جدا، ودي من مميزاتها طبعا. وهنا الكولوم سبيكر بيكون فيه كذا سماعة في بادي واحد، ودي طبعا بتغطي لي مسافة كبيرة جدا بنفس شدة الصوت. وهنا أقدر أستخدمها في الكنائس أو في الجوامع، لو استخدمت اتنين أو تلاتة من مكان واحد هتقدر تغطي لي الأريا اللي عندي كلها. وده الهورن سبيكر اللي بيركب في هناجر الصيانة أو في الجوامع طبعا. وبعد كده بيتكلم عن الأندر جراوند سبيكر اللي هي بتركب في الحدائق، في القرى السياحية، في اللاندسكيب عامة. بعد كده دخل على الأكسسوارز بتاعت السماعات بقى. طبعا الكتالوج جميل جدا وفيه معلومات قيمة جدا، وأي حاجة محتاج تفهمها أو محتاج تقرأ عنها عن السماعات أو عن النظام ككل هتلاقيها موجودة في الكتالوج دوت. هنا بدأ يتكلم على الأمبليفايرز، وبرضه بيديك الديسكريبشن بتاع الأمبليفاير. مثلا النوع دوت يقدر يشتغل CD MP3 بلاير، ويقدر توصل عليه مايك أو auxiliary signal source. دوت تقدر تشتغل AM FM، وبرضه تقدر توصل عليه مايك أو auxiliary signal source وهكذا. وبيديك الباور سبلاي اللي هو بيحتاجه، وعدد الانبوتس والكونكتور بتاعه، وعدد الاوتبوت او الاوتبوت عبارة عن ايه، ونوع الكونكتور بتاع الاوتبوت، والدايمنشن بتاع الامبليفاير نفسه بالماتيريال بالكلر بالويت كل حاجة عنه. منها انواع تانية من الامبليفاير، كل نوع بالسبيسيفيكيشن بتاعته بكل حاجة عنه. هنا بقى في حاجة اسمها الميكسر امبليفاير، كنا ذكرناها في الاول بس ما اتكلمناش عنها.
قلنا يعني ايه ميكسر امبليفاير. احنا كنا اتكلمنا واحنا بنشرح عن الامبليفاير لوحده وعن الميكسر لوحده. هنا بقى الشركة دي عملت حاجة جميلة قوي، عملت جهاز واحد فيه الميكسر والامبليفاير مع بعض. عشان لو عندك مشروع صغير تجيب الميكسر امبليفاير دوت وتوصل عليه عدد الانبوت والاوتبوت اللي هو قايلهولك، هتقدر تغطي المكان اللي عندك وما استخدمتش اجهزه كتير. هنا بيقول لك ان عدد الانبوت بتاعته 6، وهنا مديك تفصيلة ليها شوية. ممكن تستخدم سماعات من النوع دوت أو ده أو دوت، وعندك 8 سويتشنج ليفل تقدر تغير مستوى شد للصوت، وهنا المايكات اللي تقدر توصلها عليه برضو. وادي ميكسر امبليفاير تاني بالوات بتاعه، بالفولت، بعدد الانبوت، بعدد الاوتبوت، كل حاجة عنه، بالإمبيدنس، بالدايمنشن بتاعته، الماتيريال، الكالر، الويت. نجري كده شوية نشوف حاجة تانية غير الميكسر أمبليفاير ده. هو طبعا الراك اللي بيركب فيه كل الإنبوت ما عدا المايكات، وبيركب فيه الميكسر أو الماتريكس، وبيركب فيه كل الأمبليفايرز. نجري كده شوية، دي بعض الأكسسوارز اللي بتستخدمها في السيستم دوت. وهنا 2-in-1 برضو دوت أمبليفاير مع ميكسر، عشان كده سموه 2-in-1. ده الرايك برضو بيقول لك إن هو ممكن يبقى 4 أو 8 أو 12 زون في نفس الراك. هنلاقي هنا الراك السايز بتاعه باليو، يعني يقول لك الراك دوت 14 يو أو الراك 24 يو. هنعرف يعني ايه اليو أو ليه سموها يو واحنا بنتكلم عن الاستراكشر كيبل سيستم إن شاء الله. هنفهم يعني ايه الراك 14 يو أو الراك 24 يو أو الراك 42 يو، هنفهم ايه هي اليو دي. بس خليها دلوقتي، ونعرف ان هي وحدة قياس للسايز بتاع الراك. هنا الراك بالسايزات بتاعته 14 24 36 42 وهكذا. وبعض الاكسسوارات بتاعة السيستم، هنا السويتش ماتريكس اهو هيبدأ يتكلم بقى عن الماتريكس، وطبعا هيتكلم عن الميكسر والمايكات، ودخل بقى في الانتركم، وديت بعض الحاجات اللي جاهزة. دي برضو حاجات مهمة جدا وبتساعدنا كتير واحنا بنعمل ديزاين في المشاريع الصغيرة. ده هو التطبيق، ممكن نستخدمه في مصنع مثلا. عندك ميكسر امبليفاير 300 واط، بيقول لك لو وصلت عليه عدد مايكات كذا، او تقدر توصل عليه عدد كذا وعدد سماعات كذا، بالتالي هتغطي الاريا اللي عندك. وده اكزامبل تاني اقدر استخدمه في فاكتوري او هول او اوفيس او كوريدور، برضه هيغطي لي المكان كله. هنا بيديك الديزاين كامل، انت يادوب بس بتستخدمه على طول. دي برضه بعض الحاجات اللي جاهزة ممكن نستخدمها في اي مشروع. هنا انتركم مش هنتكلم عنه دلوقتي. كده تقريبا احنا خلصنا الكتالوج دوت. نخش على اخر كتالوج من شركة ايزي لاين. هنا هيبدأ يتكلم عن الامبليفايرز والسماعات على طول، وبيديك برضو السبيسيفيكيشن بتاعت كل حاجة بيتكلم عنها، بالنسبة لعدد الاوتبوت وعدد الانبوت والباور والفولت والدي بي. هنا السماعات بيتكلم عن السماعة بكل حاجة عنها. أنا شوفنا الحاجات دي في كتالوجات قبل كده، فمش هناخد وقت فيها. وبرضو إن شاء الله هنرفع الكتالوج دوت على الجروب الخاص بالكورس بتاعنا،
هنا برضو في حلول جاهزة لو ريستوران أو بار وهكذا. حلول جاهزة هنا كتير. آخر حاجة هنتكلم عنها في التيبس أند تريكس، في برنامج اسمه إيز فوكس. البرنامج دوت بتقدر تطبقه عندك وبتحط عليه توزيعة السماعات بتاعتك، هو يدوب بيقولك انت وزعت صح ولا غلط، لكن مش بيوزع لك سماعات. انت بتدخل له الداتا اللي عندك بتاعت المكان من مواد والوان وفرش وارتفاعات سقف وارضية وسمك الحوائط وهكذا، وبتحط له التوزيعة بتاعتك وهو بيقولك انت كده وزعت صح ولا غلط. شكرا.